عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد المولى أبو عبد الله الحسين. انطلقت خطة بلدية كربلاء في أعمال الخدمية للزوار الحسين عليه السلام منذ الأول من محرم. نحن أول من يستقبل زوار الإمام الحسين من الدوائر الخدمية منذ انطلاق شهر محرم ليلة 1 محرم، بداية تنزيل أعمال تنزيل الرايات مراسمها. بدأت خطة بلدية كربلاء من خلال قواطع البلدية 8 بدخول إلى مركز المدينة القديم بجهد آلي وأعمال عمال إضافية. منذ يوم الخميس الماضي بدأت الخطة، الخطة ألف هي خطة الإنذار القصوى للبلدية بإضافة 500 عامل إضافي، تم تشغيل 500 عامل إضافي إلى الكوادر العاملة في بلدية كربلاء من أجل تعزيز أعمال التنظيفات ورفع النفايات وأعمال تهيئة الخدمات للمواكب الحسينية. كذلك شهدت بلدية كربلاء أعمال أخرى وهي أعمال تهيئة بعض المستلزمات الخاصة بالزيارة مثل شراء حاويات كبيرة سعة 1100 لتر بالإضافة إلى الحاويات المتوسطة لسهولة تنقلها أثناء الزخم المرور زخم الازدحام للزائرين الكرام، إضافة إلى بعض العدد والأدوات الخاصة بأعمال التنظيفات. كذلك من النقاط المهمة اللي راعتها بلدية كربلاء هذا الموسم أنه هذا الموسم يشهد ما شاء الله زياد بالحرب مع زيادة الزخم المروري والزخم الزوار، فراعينا تجهيز موظفي ومهندسي النظافة في بلدية كربلاء بالخوذات الواقية والسداري الفسفورية الخاصة وبدلات جديدة حتى يميزهم ويقيهم من هذا الحار، وكلهم جهود من أجل تقديم الخدمات لزوار. يعني الواعز هو واعز ديني وواعز من أجل تقديم الخدمات للزوار. احتاجيتوا كوادر إضافية يعني من الوزارة مثلا أو من محافظات ثانية؟ كانت هناك يعني خطة لإسنادكم داخل محافظة كربلاء على اعتبار أنه هذه الزيارة وبأيامها الأولى أكثر بكثير من الزيارات السابقة؟ نعم، ابتداء بلدية كربلاء في كل زيارة من 10 محرم ابتداء من الأول من محرم إلى 3 الإمام موكب دفن الإمام سلام الله عليه 13 من محرم، تقوم بلدية كربلاء هي بالحمل الأكبر في أعمال خدمات البلدية المتخصصة في مركز المدينة وأحياء كربلاء ضمن قضاء المركز. لكن هنالك دعم وإسناد من الدوائر الخدمية الخاصة في دوائر كربلاء بالإضافة إلى مديرية بلديات كربلاء وهي مساندة في بلدية كربلاء على المحاور. أكو مداخل كربلاء النقاط في تماس مباشر مع والوحدات الأخرى المجاورة، الوحدات الإدارية المجاورة. بلديات كربلاء مشاركة في من خلال بلدية الحور وبلدية الهندية وبلديات الجزر الغربي، كلهم مساهمين من خلال محاور إسناد وتخفيف الزخم على بلدية كربلاء بإسنادها بالمحاور الدخول للزائرين الكرام. أخيرا يعني لو تطلعني على عدد الآليات اللي شاركت حاليا في هذه الزيارة. نعم، عدد العاليات منذ انطلاق أول من محرم الحرام تم تهيئة الورشة المركزية ووحدة شعبة الآليات في بلدية كربلاء وتهيئة وصيانة كافة الآليات واستعدادها لاستقبال الزيارة وتقديم الخدمات. عدد الآليات المشاركة في الزيارة 319 آلية ثقيلة متخصصة بين كابسات وكانسات وقلابات مختلفة الحجوم بالإضافة إلى بعض الشفلات الخاصة. تدري إحنا عدنا 3 وحدات طمر افتتحنا مؤقتة من أجل جمع النفايات على مرحلة إلى وحدة الطمر النهائي الموجودة بعيد.